اليوم احنا نعيش في عالمين مختلفين، عالم افتراضي لا وجود له في الواقع، في عالم الخيال، صور، افلام، نكت. يعني الشاب خاصة يعيش في العالم الافتراضي اكثر من 60% من وقته. كم ساعة تصرفون على الانترنت؟ روح ويا نفسك، حاسب نفسك مو وياي. وهذا العالم الافتراضي دي يزحف على العالم الحقيقي الواقعي بوتيرة سريعة جدا، ودي يأثر على عالمنا الواقعي. كم من بيوت اختربت، كم من عوائل تمزقت، كم من شعوب تورطت في معاصي الله بسبب هذا العالم الافتراضي. اللي تموت هم الموت افتراضي لو حقيقي، القبر هم افتراضي لو حقيقي، هناك يوم اللي يكون شوك شو تسوي؟